يتعرض الان معسكر وادي الضيف للقصف بشكل عنيف من قبل الطيران الحربي. بعد تحريره تم استهداف حاجز المداجن بشكل عنيف جدا من قبل الطيران الحربي. كما نلاحظ الطيران الحربي ما زال في اجواء يحاول ان يستهدف مواقع المجاهدين داخل معسكر الضيف. بعد تحريره كما حصل في معسكر او في وادي في حجز السماد داخل معسكر وادي الضيف. يلا.